فضيلة الشيخ، في سورة الرحمن يقول الله سبحانه وتعالى: في نساء الجنة لم يطمثهن إنس ولا جان. قبلهم إنس قبلهم ولا جان. هل يسلط الجن على نساء الدنيا؟ في سورة الرحمن كما قال الأخ السائل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وهذه الآية تدل على أن الجن يدخلون الجنة إذا كانوا مؤمنين كما هو القول الراجح. أما دخول الكفار منهم النار فمتفق عليه بالإجماع، لقوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ويسأل يقول: هل يمكن أن يتسلط الجن على إنسية فيجامعها، أو إنسي يجامع جنية؟ يقول العلماء إن هذا ممكن، وأنه يمكن للجن أن يجامع المرأة وأنها تحس بذلك، وكذلك الإنسي يجامع الجنية ويحس بذلك. نعم.